أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من الناس هداهم الله قل اهتمامهم بالقرآن حفظا وتلاوة وعدم تدبر وتفهم لمعانيه، مما أوقعهم في البدع والضلالات، فهل من توجيه؟ نعم، الواجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن بتدبر، وأن يعملوا بما يدعو إليه القرآن من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والذنوب والسيئات وترك الأخلاق الرذيلة. الواجب التخلق بأخلاق القرآن وما يدل عليه، وليس المراد من القرآن مجرد التلاوة أو تحسين الصوت أو تجويد التلاوة، هذه وسائل وليست مقصودة. المقصود هو التدبر والعمل بالقرآن. نعم.